بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم عزيزي. تعالى نتكلم على مانشستر سيتي واللي عمله سيتي امبارح قدام انتر. لا سيبك من ان المباراه انتر فيها كان الطرف الافضل فيها، وسيبك ان انتر كان مضيع، وسيبك ان لو ضرب مارتينيز كان ممكن يسجل عادي ويخلي سيتي يتغلب، او لوكاكو كان ممكن يسجل هدف التعادل، او ان سيموني انزاجي عمل مباراه تكتيكيه عظيمه. كل دي حقائق. سيموني انزاجي عمل مباراه حلوه قوي قدام سيتي، نص ملعب فريق انتر عمل مباراه عظيمه، انتر اللي العالم كله كان فاهم ان هو يكون لقمه سهله لمانشستر سيتي، الموضوع كان صعب جدا. ولكن كره القدم قد تبدو منصفه بعض الاحيان. كره القدم اخيرا انصفت مانشستر سيتي وجوارديولا والمشروع الاماراتي. المشروع الاماراتي اللي قبله النادي كان حماده، وبعده النادي بقى حماده تاني خالص. يعني مانشستر سيتي قبل حقبة السيطرة الإماراتية كان واخد 12 بطولة، حاليا سيتي وصل 32 بطولة. عزيزي انت بتتكلم عن كمية بطولات سيتي خدها من 2008 لحد 2023، تتكلم على 20 بطولة حرفيا، 20 بطولة فيهم لقب واحد بس بيترجم النجاح ده، وهو لقب دوري ابطال اوروبا. اللقب اللي مانشستر سيتي كان محتاجه باي طريقه علشان سيتي يقدر يثبت للعالم ان انا ممكن انجح وان انا ممكن ابقى نادي كبير في اوروبا. لما مجموعه الاتحاد قررت ان هي تشتري مانشستر سيتي، الفريق اللي كان موجود في مدينه مانشستر واللي هو مفروض ان هو كان بيمثل قطب تاني مع مانشستر يونايتد، القطب الاكبر في مدينه مانشستر والقطب الاكبر في انجلترا وصاحب الثلاثيه التاريخيه والسير اليكس فيركسون والسيطره الانجليزيه وكره القدم التي كان يقدمها السير والامتاع والسيطره والشخصيه، انك تروح تشتري فريق زي مانشستر سيتي وتخلي مانشستر سيتي يقف في يوم من الايام ند بند لمانشستر يونايتد، وفي يوم من الايام مانشستر سيتي يكون بطل الدوري الانجليزي المره الثالثه على التوالي، ما حدش يبصص لك برده، مع ان دي اول مره تحصل في التاريخ ان فريق يقدر ياخد البطوله الانجليزيه المره الثالثه على التوالي من ساعه انشاء البريمير ليج. يعني من ساعه انشاء البريمير ليج والتحديث الاخير، ومفيش فرقه قدرت ان هي تاخد البطوله 3 مرات على التوالي. لكن مش مهم، كل ده مش هنعترف بيك ليه. طول ما انت ما خدتش دوري ابطال اوروبا عادي، طول ما انت مسيطر سيطره محليه عادي. طب ما باريس سان جيرمان مسيطر الناحيه الثانيه في فرنسا، هل حد يعتبر مشروع باريس ناجح؟ لا. ليه؟ لان ده دوري قد اضعفه باريس سان جيرمان، دوري قد اضعفه اموال قطر، ولكن لازم انك تفوز ببطوله اوروبيه لكي يخضع عليك الجميع. ولكن ما الممتع في كل ده؟ ان انت اكبرت العالم كله على ان هو يحترم المشروع الاماراتي، لان المشروع الاماراتي هيتحط في التاريخ ان مانشستر سيتي حقق الثلاثيه التاريخيه في عام 2022 2023. الموسم ده مش هيتنسي، الموسم ده هيثبت ان التجربه الاماراتيه نجحت، والتجربة الإماراتية مش هتوقف على كده. أعتقد أن بالعكس هيتم منح جوارديولا صلاحيات أكتر في التعاقدات، وهيتم منح مانشستر سيتي ولاعيبة مانشستر سيتي أفضلية وامتيازات هياخدوها أضعاف ما هم كانوا متخيلين. الامتيازات بتاعت أن هم دول أفضل لعيبة في الجيل بتاعهم، بيقدروا يكتبوا اسم كبير لمانشستر سيتي أوروبيا، فده حاجة تحترم. في قصة تحويل الصفر لواحد كانت لازم ان هي تحصل، تحويل صفر دوري ابطال لواحد كانت لازم ان هي تحصل علشان خاطر تثبت للناس ان سيتي جاي اوروبيا، زي ما سيتي ما خد 7 دوري من ساعه الحقبه الاماراتيه وخد 3 منهم ورا بعض، لازم تتكلم على ان سيتي اوروبيا بيقول للناس كلها ان انا جاي اوروبيا. سيتي جاي، سيتي بيصرف، سيتي نادي اموال. طب ما مانشستر يونايتد بيصرف، طب ما ليفربول بيصرف، ما ناصر الخليفي بيصرف. هل استطاع احد فيهم لمؤاخذه يعني ان هو يحقق ما حققه سيتي؟ هل استطاع احد فيهم ان هو يسجل دوري انجليزي 3 مرات على التوالي؟ هل استطاع احد فيهم ان هو يحقق ثلاثيه تاريخيه بعد سيطره محليه دامت لثلاث مواسم على التوالي؟ مفيش اي حد عمل فيهم كده. لما تقعد تبص، تحيه كبيره لمجموعه الاتحاد، وتحيه كبيره للمسؤولين سواء خلدون مبارك او سواء كمان المجموعه كلها، المجموعة كلها المسؤولة عن إدارة مانشستر سيتي. الناس اللي كانوا من أول يوم عارفين هم رايحين يعملوا إيه في إنجلترا، الناس اللي خلوا مانشستر سيتي الفريق الصغير، الفريق الضعيف، الفريق اللي كان جزء صغير من مدينة مانشستر، إن هو يبقى فريق كبير وفريق عملاق وفريق يقدر إن هو يناطح الكبار، والثلاثية في إنجلترا وفي مدينة مانشستر أصبحت للقطبين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، ثلاثية فيركسون التاريخية. جوارديولا أخيرا وصل ليها، جوارديولا اللي كان بيتم التشكيك فيه
من ناس كتيره كانوا بيتكلموا على ان جوارديولا لن يحقق دوري ابطال بعد ميسي، جوارديولا فشل مع بايرن ميونخ النسخه المثاليه اللي كان دوري ابطال لما يجي جوارديولا جوارديولا جوارديولا، عشان جوارديولا يثبت سيطرته انجليزيا لن ينجح في انجلترا، يقصوا على الجميع في انجلترا، جوارديولا لن يفوز بدوري ابطال اوروبا، بيوصل 2 نهائي مع مانشستر سيتي، واحد بيخسره قدام فريق تشيلسي وواحد بيقدر ان هو يفوز بيه قدام انتر. هتقول لي جوارديولا لا الايه دي ده جوارديولا احنا دايسين على ريال مدريد ودايسين على بايرن ميونخ، هتدوس لك على مين تاني؟ بس النهايه كنت محظوظ. اشمعنى ما بتتكلمش عن التوفيق وما بتتكلمش على النهايات تكسب ولا تلعب، ولا النهايات تكسب ولا تلعب مع فرق زي ريال مدريد ومعايا انا لا تكسب لانك لازم تلعب. ما انا كنت بلعب كتير وكنت بخسر، دلوقتي لما كسبت يبقى النهايات تلعب وتكسب عشان نشتغل بعض. سيتي استحق طبعا، استحق. سيتي عمل كل حاجه في عالم كره القدم في مشروعه علشان يوصل للمكانه دي. سيتي قدر ان هو يوصل للمكانه دي بعد شغل كتير جدا وبعد صرف كتير وبعد افكار كتير وبعد استهلاك كتير للمنظومه كلها. سيتي اخيرا قدر يوصل للحته اللي هو كان عايزها. مهما كان بينفي خلدون مبارك ان سيتي مشروعه مع جوارديولا انه يوصل لتتويج بدوري ابطال اوروبا ومحاوله الصفر يبقى واحد، لكن هي دي الحقيقه اللي كل الناس كانت عارفاها، ان سيتي بيطمح للتتويج اوروبيا وان سيتي بيحاول يكتب اسمه مع العمالقه الكبار في اوروبا، واخيرا سيتي قدر ان هو يعمل كده. وده بيثبت ان النجاح القطري فشل في باريس، والنجاح الاماراتي نجح تماما في فريق مانشستر سيتي، والارقام هي اللي بتقول كده. الارقام بالنسبه للبطولات الاوروبيه، لان نقطه ضعف باريس سان جيرمان حتى الان عدم الفوز باي دوري ابطال اوروبا تحت حقبه ناصر الخليفي ومجموعه صندوق الاستثمار القطري. انت شايف مشروع سيتي حتى الان ناجح ولا لا؟ انا عن نفسي شايف ان المشروع نجح بامتياز، وشايف ان الاستثمار الاماراتي اثبت نجاحه بامتياز في انجلترا.